الصقور الخضر تتأهب للعبور إلى دور السادس عشر في كأس العالم عبر المكسيك. في يومها الثاني القمة العالمية للسفر والسياحة تناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد. الزكاة والضريبة والجمارك تعلن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية لمدة 6 أشهر إضافية. وتشاهدون في نشرة الظهيرة مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 2 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر. أهلا بكم. يستعد المنتخب السعودي اليوم لمواجهة منتخب المكسيك على استاد لوسيل في الدوحة عند الساعة 10 مساء، وسيدير تحكيم هذه المباراة الإنجليزي مايكل أولفر، حيث يتطلع الأخضر السعودي لمواصلة نهائيات كأس العالم والتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تحقيقه ل3 نقاط. هذا وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية التي شهدت مشاركة محمد كنو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما وصل محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي. هذا ويتطلع منتخبنا الوطني لصناعة التاريخ ومواصلة مسيرته في نهائيات كأس العالم والتأهل للأدوار الإقصائية عندما يواجه اليوم نظيره المكسيكي في ثالث مباريات ضمن المجموعة الثالثة. التفوق الكبير للمكسيك في تصنيف الفيفا وقيمة اللاعبين السوقية والمواجهات التاريخية لن يصنع الفارق لها أمام المنتخب السعودي بعدما أثبت براعته في إبطال مفعول هذا السلاح. الأخضر سيدخل المباراة بطموح اقتناص بطاقة التأهل للدور الثاني، مما يتطلب منه الظفر بالنقاط 3، بينما التعادل سيجعل مصيره مرهوناً بنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا، فيما سيقاتل لاعبيه لتجنب الخسارة كونها ستقضي على أحلامهم. الفرنسي رينارد سيضطر إلى تغيير تشكيلته الأساسية بسبب الإصابات والإيقاف، وقد يلجأ أيضاً إلى استبدال مراكز بعض اللاعبين لمواجهة النقص الذي يعاني منه المنتخب. الصقور الخضر عرفوا أيضاً بقتالهم المستميت في المباراة الأخيرة بالمجموعات خلال مشاركاتهم السابقة، حيث سبق لهم الفوز على بلجيكا في نسخة عام 1994 ومصر في مونديال روسيا. أما المنتخب المكسيكي لا بديل أمامه سوى الانتصار للإبقاء على آماله في اجتياز دور المجموعات وانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى، حيث يمتلك نقطة واحدة ورصيده خال من الأهداف. هذا ويزخر المنتخبان السعودي والمكسيكي بالعديد من عناصر القوة التي سيعول عليهما مدربيهما من أجل تحقيق الانتصار. التأهل للدور الثاني من المونديال حلم مشترك للمنتخبين السعودي والمكسيكي، غير أن العناصر التي تصنع الفارق هي من ترجح الكفة وتساهم في تحقيق النقاط 3. رغم الغيابات إلا أن الأخضر يملك اللاعبين القادرين على قيادته للانتصار، حيث يأتي في مقدمتهم كنو والذي قدم نفسه كأحد أبرز لاعبي المحور في المونديال بمهارته العالية وتميزه في تنويع اللعب وإفساد هجمات المنافسين، فيما يشكل سالم الدوسري مصدر قوة بخبرته وشجاعته في الاختراق والتسديد. سعود عبد الحميد يمثل هو الآخر أهم عناصر الصقور الخضر بفضل مستواه الثابت والمتطور ولياقته العالية وبراعته بأداء دوره الدفاعي وتألقه في الشق الهجومي، بينما يعد العويس مصدر أمان في العرين بتركيزه العالي وحضوره الذهني والثقة التي اكتسبها. المنتخب المكسيكي يملك أيضاً العديد من النجوم الذين يملكون قدرات رائعة، بقيادة لوزانو مهاجم نابولي والذي يعول المدرب عليه كثيراً بفضل سرعته ومهاراته العالية، إلى جانب زميله ألفاريز لاعب إياكس والذي يقدم مستويات مميزة في الوسط وتتصارع عليه أندية الصفوة في أوروبا، فيما تتمثل عناصر الخبرة في المدافع هيكتور مورينو صاحب 130 مباراة دولية والحارس المخضرم أوتشي الذي يتقدم عليه ب4 مباريات.
ولتسليط الضوء أكثر على مباراة منتخبنا الوطني ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي الرياضي فهد العيسى. فهد، بداية أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. كيف ترى مباراة السعودية اليوم منتخبنا مع المكسيك في ظل هذا الزخم الجماهيري والإعلامي؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. اليوم يعني خلينا نقول مباراة أعصاب، مباراة بين الطموح والتفاؤل، فيها رهبة فيها خوف. منتخب المكسيك يعني ما راح يكون بالسهل. في تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك التفوق كان غالبا للمكسيك أو كان بشكل دائم مطلق باستثناء مباراة تعادل وحيدة. كل ثقة في نجوم الأخضر أو كلنا نعول على يعني أنا متأكد أنه راح نشاهد روح قتالية اليوم في المباراة بإذن الله. فهد، يعني وش اللي فرق عن مباراتنا الأرجنتين تليها بولندا الليلة المكسيك؟ يعني كيف ترى هذه المباراة في ظل ما أدى المنتخب من مباريتين سابقتين؟ ألو، أي تسمعني فهد؟ معك سم. أقول مباريات المنتخب أمام الأرجنتين والمكسيك يعني وأداء المنتخب السعودي، كيف ترى أداءه اليوم من خلال هذه المباراتين التي يعني مباراة فيها يعني فزنا وفي مباراة يعني خسرنا فيها؟ أكيد حتى يعني إحنا بدينا المونديال كان الطموح إنه يعني كلنا ما كان عندنا طموح التأهل، لكن بعد النتيجة الكبيرة اللي قدمناها قدام الأرجنتين والفوز التاريخي كسبنا ثقة. مع الأسف يعني قدمنا مستوى أمام بولندا خسرنا صحيح، لكن أنا ملاحظ حتى لغة التعاطي الإعلامي من مدربين المنتخبات الأخرى من الإعلام الأجنبي. يعني أمس كان الثناء حاضر كثير على المنتخب السعودي من مدرب المكسيك، اليوم بلا شك يعني مباراة راح تكون محسوبة من الطرفين. يعني المنتخب السعودي راح يعني مدرب المنتخب أنت ذكر أنه هذه ثالث أهم مباراة في حياته بعد نهائيات أمم أفريقيا اللي لعبها، يعني وذكر أنه على اللاعبين أن يقاتلون لأنه يعني إذا ما فزنا اليوم راح الجميع ينسى كل شيء صار في المونديال. أيضا لاعب محمد كنان تكلم أنه هذه بالنسبة لنا مباراة حياة وموت، فنسأل الله التوفيق. يعني اليوم مباراة أعصاب ومباراة قتالية راح تكون، أنا متفائل إن شاء الله، ولكن أرجع أقول لك المنتخب المكسيكي يعني عليه ضغط كبير، عليه حملة إعلامية على مدربه. المنتخب المكسيكي ما سجل ولا هدف، منتخب ثقيل بدنيا قوي، عنده حارس مخضرم، يعني راح نواجه صعوبات، لكن بإذن الله أن الأخضر يكون له كلمة ونخطط راح تأخذ بإذن الله. نعم أستاذ فهد، كيف ترى يعني تواجد الجماهير السعودية هناك في قطر والدعم المتواصل يعني للمنتخب؟ فهد تسمعني؟ حياك حبيبي. فهد أقول لك الله يحفظك، يعني كيف ترى يعني هذا الزخم الجماهيري وحضور هذه المباريات من قبل الجماهير السعودية وهذا التشجيع المستمر، كيف ترى الأثر الإيجابي الداعم للمنتخب؟ أنا أعتقد أنه يعني بنسبة كبيرة تتجاوز قد 60-70% الجمهور السعودي له دور فعال. يعني اليوم أنا متأكد أنه راح الجماهير الموجودة في محيط الملعب أكثر من اللي داخل الملعب، هذا بلا شك. يعني وين ما تروح في الدوحة تحصل الجماهير السعودية يسألون عن التذاكر، يعني موجودين في الملعب، موجودين في شوارع الدوحة، موجودين في الأماكن الحيوية في الدوحة، حضورهم جدا يعني أكاد أجزم أنه هم حلاوة المونديال. اليوم يعني لازم يكون حضورهم بتفاعل، مش بس الحضور فقط، لازم يكون بتفاعل عشان يكون تأثيرهم داخل المباراة على نجومنا بإذن الله. إذن كل الشكر والتقدير للصحفي الرياضي الأستاذ فهد العيسى، شكرا لك. وتزامنا مع مباريات المنتخب الثالثة ضمن بطولة كأس العالم والمقامة في قطر ومن خلال وزارة الثقافة تحتضن الأحساء مهرجان واحة الأحساء والذي يضم عددا من الأركان. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من الأحساء الزميل محمد المزيدي. محمد، بداية أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. محمد، حدثنا أكثر عن هذا المهرجان، مهرجان واحة الأحساء.
نعم زميلي عبد الرحمن، مساء الخير. أتواجد في قصر محيرس الأثري في مدينة المبرز ضمن أحد المواقع المستهدفة لمهرجان واحة الأحساء. مهرجان واحة الأحساء كما ذكرت زميلي يأتي بالتزامن مع بطولة كأس العالم والمقامة في قطر، وبحكم الجوار بين دولة قطر ومحافظة الأحساء أقيم هذا المهرجان في عدة مناطق، منها قصر إبراهيم الأثري وكذلك بيت البيعة والمدرسة الأميرية وسوق القيصرية وعين نجم. يحتضن المهرجان عدد من الأركان. أنا موجود حاليا بجوار أصحاب المهن أو الحرف اليدوية، ومن أيضا جانبي معرض للمنتخب السعودي أو معرض لأطقم المنتخب السعودي المشاركة في البطولات العالمية والدولية، موثقة بتواريخ ومؤرشفة حسب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبالتأكيد اليوم متوقع في هذا المكان أن يكون حضور عالي جدا تزامنا مع مباراة المنتخب السعودي منتخبنا الوطني في ثالث مبارياته، لأن أيضا هذا المهرجان أو هذا الموقع يحتضن شاشة لعرض المباريات. خلينا نأخذ انطباع أحد الزوار اللي موجودين. أنا شايف ما شاء الله أحد الزوار جاي من بدري والظاهر جالس يتجول في هذا الركن الخاص بأطقم المنتخب السعودي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا عبر القناة السعودية الأولى، وعرفنا على اسمك. مساك الله بالنور، سامي فهد الويتي. كيف شفت انطباعك للمعرض؟ ما شاء الله شيء روعة. اي والله. انت زائر او مشارك في المهرجان؟ لا والله زائر. كيف انطباعك للديكور للمشاركين؟ يمكن لسه البعض يعني ما بعد يجي، لكن اكيد انك انت يعني اخذت تصور كامل من خلال هذه الجولة. لا ما شاء الله في عدة مهرجانات بالحسة تقوم ذا الحين، بس اشوف انا قصر محيرس عندنا بالمبرز ما شاء الله يفوق ترتيبه وتصاميمه، وحتى من ضمن وانا اتجول صادفت لي زاير من اهل الخفجي ما شاء الله. والله يقول من اهل الخفجي سمعت عن القصرية وقصر محيرس وجيت للحسة. طالما انك في هذا المعرض الخاص بالمنتخب السعودي، توقعاتك اليوم للمنتخب؟ ان شاء الله باذن الله 2-0 باذن الله تعالى. ايضا زميلي اخيرا عبد الرحمن، ناخذ العم ابو بندر القصيمي احد المشاركين في هذا المهرجان ومن الناس المتخصصين في مهنه او صناعه الطبول. حياك الله معنا يا عم، مساك الله بالخير. حياك الله. كلمني عن مهنتك يا عم، وش هي هذه المهنه اللي تقوم فيها؟ هذا جلود حق غنم، وفي حق الطابول طول عمر حق اسمه حق الطابول الكبير جمال البعير الجمل. وانا اخذت المهنه من اخوي محمد الله يرحمه. كم سنه لك في صناعه الطبول؟ 30. اروح يم الصباح اتقهوى واشوفه طالع شو يسوي وكسبته. وهذا الطاره وهذا الطبل الصناعه حساويه؟ ايه كلها حساوي. هذا الجلد اشتغل بذا، اول نحطها كذا في الماي، بعدين نحط الطار كذا ونطوي ونخيطه. هذا يلا بالتوفيق لك يا عم. امين. شكرا جزيلا. هذا كل ما لدي، وهذه تقريبا صوره من احد زوايا المهرجان. اعود لك مجددا بالصوت والصوره من داخل الاستديو عبد الرحمن. كل شكر وتقدير للزميل محمد المزيد مراسلنا من الاحساء، شكرا لك. بحضور نخبة من خبراء السياحة في العالم من القطاعين العام والخاص، تواصل القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها 22 أعمالها والمستمرة إلى غد الخميس بالرياض. القمة تناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته مع استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: يجب أن نستثمر شبابنا ضمن استراتيجية طويلة المدى لنموذج الأعمال التجارية. دعونا نتكلم عن السياحة بشكل محدد، وأن والموجة الثانية التي نبنيها كأعمال تجارية في قطاع السفر والسياحة. ونصيحتي هي في ثلاثة أشياء مهمة. العنصر الأول والنصيحة الأولى بكل شيء وبكل تأكيد هو التكامل. العنصر الثاني، يجب أن نتأكد أن لدينا شبابا لديهم إمكانيات رائعين، ونضع الشباب على الطاولة، ليس في مرحلة الإبداع والمرحلة التكتيكية، ولكن يجب أن نضعهم في استراتيجية طويلة المدى لنموذج الأعمال التجارية. يجب أن نضعهم كجزء من هذه الاستراتيجية المهمة. إذ لم يكونوا في الاستراتيجية، ضعوهم في هذه الاستراتيجية. ثلاثة، الشركاء. بدون هؤلاء الخبراء لن تكون لدينا مستقبلا رائعا. وطلب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الدولية بول جريفيث بالاعتماد على المكاتب السياحية ودعمها مع التقنية، وأن نخبر العناصر الرئيسية المهمة التي نحتاجها من هذا الشأن من خلال المكاتب السفر والسياحة وغيرها، وأن نعمل من هذا الشأن، وأن ننفق أوقاتنا لكي نطور هؤلاء المكاتب من خلال البريد الإلكتروني. ننفق أوقاتنا لهؤلاء المكاتب لكي نطور طريق التواصل عن طريق البريد الإلكتروني وغيرها، وأن تكون لدينا شيئا رائعا من هذا الشأن. ولكن التقنية قد تكون لديها أثرا رائعا لهذا الجانب المحلي، ولكن يجب أن تكون لديها يعني أداء قصير المدى. يجب أن نأخذ هذا التحول الكبير الذي نطمح إليه قبل أن نبدأ من خلال العقود الماضية. إذا كنت تود أن تشتري أي منتج أو أن تسافر إلى أي منطقة، لا ننظر إلى مرحلة الأزمات وغيرها ولا نعلم كيف نبدأ، ولكن يجب أن ننظر إلى مرحلة التنقل، وأن هذه التكلفة سوف تساعدنا أيضا كيف يمكن للأموال أن تنتج عناصر رئيسية تساعدنا في السفر والسياحة وفي الإنتاج وفي الشراء منتجات جديدة. من جهة ثانية، ذكر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظم النصر أن المملكة تسعى لبناء طاقة استيعابية من خلال الرياح والشمس لتكون نيوم مدينة سياحية رائعة. نحن نحاول أن نبني طاقة رائعة استيعابية من خلال الهيدروجين الرياحي والشمسي أيضا. وهذا ما يعني من خلال الطاقة المتجددة من قطاع السياحة. عندما نحاول أن نبني هؤلاء الطاقة الشمسية، وعندما نبني الطاقة الرياحية من هذا الشأن خصوصا من الهيدروجين الأخضر، يجب أن نكون قادرين في أن نحدد وجهتنا للسياحة عندما يزورنا السائحين من جميع أنحاء العالم، وكيف يمكن أن يظهر هذا الجانب الحضاري، وأن نرى التمكين والاستمتاع الذي سوف ننظر إليه من هذا الشأن. أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن المملكة تهدف إلى زيادة مناطق التواصل إلى 150 وجهة عالمية. أود أن أفهم وأن ننظر إلى الهيئة الوطنية للطيران المدني، هو أن يكون لدينا هدفا هو أننا نحصل على أرقاما كبيرة من الملايين من المسافرين مقارنة مع الملايين المسافرين الذي حققناها في عام 2020. ولدينا هدفا آخر هو زيادة التواصل ومناطق التواصل في الوجهات العالمية، لأن تكون لدينا تقريبا أكثر من 150 وجهة عالمية أيضا. كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة إنشاء عقد زواج بلغ نحو 60,000 مستفيد خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري. وأفادت الوزارة أنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونياً
من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة ناجز. وتهدف خدمة إنشاء عقد زواج إلى توثيق البيانات إلكترونيا وأتمامة الإجراءات بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداء من يوم غد الخميس 1 ديسمبر لعام 2022 وحتى 31 من مايو 2022. وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي حرصا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ حمود الحربي. بداية أهلا بك أستاذ حمود في هذه النشرة. هل هناك تغيير في شروط الاستفادة من هذه المبادرة أو الفئات المستهدفة منها؟ حياك الله وسعد الله مساك ومسا جميع المشاهدين. هذه المبادرة كما ذكرت بداية حديثك هي امتداد المبادرة السابقة، وسوف تنطلق هذه المبادرة أو تمديد المبادرة سوف يبدأ من 1 ديسمبر غدا إن شاء الله حتى 31 مايو 2023. بالنسبة لمضامين المبادرة السابقة هي نفس مضامين تمديد هذه المبادرة، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية تنطبق عليهم هذه المبادرة، ولكن بشروط من أهمها سداد أصل الضريبة المستحقة، الالتزام بالتسجيل لمن واجب عليه التسجيل المسجل حتى الآن، أي شخص يقوم بالإفصاح عن مبالغ ضريبية مستحقة سوف يستفيد من هذه المبادرة. هذه المبادرة تشتمل على إلغاء غرامات التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، أيضا إلغاء غرامة التأخر في السداد أو غرامة التأخر في تقديم الإقرار لجميع الأنظمة الضريبية، أيضا غرامة تصحيح الإقرار وهي خاصة بضريبة قيمة مضافة، وكذلك الغرامات المترتبة على المخالفات الميدانية أو مخالفات الضبط الميداني للائحة ضريبة قيمة مضافة أو لائحة ضريبة أو لائحة الفوترة الإلكترونية. نعم أستاذ حمود، يعني هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماذا يعني ما هي الهدف من تمديد هذه المبادرة لهذه المنشآت؟ حقيقة من أهم أهداف هذه المبادرة أو تمديد هذه المبادرة أولا مساعدة القطاع الخاص في التعافي من آثار جائحة كورونا والوضع المالي على هذه الشركات أو هذه القطاع الخاص، أيضا زيادة التزام الأنظمة الضريبية تقوم على وجوب الالتزام بجميع مشروط وأحكام هذه الأنظمة الضريبية تطبقها الهيئة، بالتالي مثل هذه المبادرات تزيد من التزام الطوعي لدى المكلفين، يستشعرون أن الهيئة تقدم هذه المبادرة، نهدف يا مكلفين أو عملاء الهيئة إلى أنكم تلتزمون بهذه الأنظمة الضريبية، تصححون وضعكم الضريبي، أي مخالفات ارتكبتوها خلال هذه المدة السابقة الآن الفترة هذه فترة مبادرة يجب عليكم التزام بمضامين هذه المبادرة للاستفادة من إلغاء أي غرامات مترتبة عليكم، وبالتالي تحتفظ هذه الشركات بالسيولة المالية التي تساعدها في القيام بأنشطتها التجارية. أخيرا أستاذ حمود، يعني ما هو الأثر الذي تسعى الهيئة لتحقيقه مع مكلفيها من خلال هذه المبادرة؟ الذي دعانا لإطلاق مثل هذه المبادرات وتمديد هذه المبادرة خصوصا هي ما لمسناه من التزام الشركات، ما لمسناه من تجاوب الشركات والقطاع الخاص مع مثل هذه المبادرات، بالتالي هذا ما دعانا إلى تمديد هذه المبادرة لمساعدتهم وتوفير كافة الوسائل التي تخدم القطاع الخاص وتتيح له ممارسة أنشطة تجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للمملكة. إذن كل الشكر والتقدير للأستاذ حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شكرا لك. ضبطت مكافحة المخدرات أكثر من 2 مليون قرص فيتامين داخل ألواح خشبية، وذلك بحوزة 4 وافدين في الرياض، مقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم وزائران من الجنسية السورية،
وأكدت الداخلية أن الوزارة وبتنسيق مع الجمارك مستمرة في التصدي لكافة من تسوي الله نفسه في استهداف شباب المملكة. نشرة الظهيرة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مدير السجون بالمنطقة العميد سعد السلوم متمنيا له التوفيق في مهامه وخدمة الدين ثم الملك والوطن. بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك خلال لقائه رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في اللقاء الأسبوعي الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة. وأكد سمو أمير منطقة تبوك دور مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة للقيام بواجباته ومسؤولياته والنهوض بأعماله وبرامجه. وأشار الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الغرفة عماد الفاخري إلى أهمية نقل الفرص الاستثمارية بالمنطقة للمستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها، مؤكدا دعم الغرفة وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على أبرز مستهدفات نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة لتعزيز التنافسية وزيادة مشاركاتها داخليا وخارجيا. وحث خلال لقائه مدير فرع وزارة الرياضة هدلق الهدلق ورئيس مجلس إدارة النادي الدكتور إبراهيم الضبيب على مضاعفة الجهود لخدمة أهداف النادي النبيلة والإنسانية وتسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع. واطلع سمو أمير منطقة القصيم على نتائج مؤشرات الأداء وتقرير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الثالث من العام الحالي. واستمع الأمير فيصل بن مشعل خلال لقائه مدير عام الفرع عبد الله السباعي لشرح عن أعمال وبرامج الفرع مشيدا بما حققه من تميز بالأداء على مستوى مناطق المملكة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أن الوطن يبنى بسواعد أبنائه المتميزين، ونوه خلال رعايته في الغرفة التجارية لحفل جائزة تمرة التي تستهدف منشآت رواد الأعمال بدعم القيادة لبرامج تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وجهود القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الاقتصادي. اليوم نسعد حينما تكون لدينا مثل هذه المنصات وهذه الجوائز التي تكون مساندة لرواد الأعمال حقيقة في أداء عملهم المؤسسي المنظم وإخراجه حقيقة بإخراج قد يكون محفز في المستقبل إلى التوسع وإلى ضبط أداء العمل، وكذلك يؤهل هذه المؤسسة وهذا التكوين أن يكون جاهز للتحديات وكذلك يخطو بخطوات ثابتة في المستقبل. وللمزيد عن جائزة تمرة ينضم معنا عبر الهاتف أمين عام الجائزة بدر الصعيدي. أهلا بك أستاذ بدر، بداية حدثنا عن هذه الجائزة وعن أهدافها. أستاذ بدر حدثني عن هذه الجائزة، جائزة تمرة وأهدافها المرجوة منها. نعم، حياكم الله جميعا. حياك الله. الحقيقة أتت جائزة تمرة بناء على حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائب وحفظهم الله برفع أداء رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، فكان إطلاق الجائزة كأحد الأدوات التي تساهم بدعم
المنشآت في المنطقة لتبني العمل المؤسسي وأفضل الممارسات التي تساهم إن شاء الله في تطوير أداء المنشآت وتطوير رواد الأعمال. فالهدف أيضا هو رفع الوعي ونشر ثقافة التميز المؤسسي لدى مجتمع الأعمال في المنطقة وتحفيزها لتبني مبادئ التميز المؤسسي. الجائزة الحقيقة تبنت النموذج الوطني الموحد لكن بمعايير تتلائم مع حجم ومستوى نضج المنشآت في المنطقة. نعم. أستاذ بدر، يعني المشاركة للحصول على هذه الجائزة التي تستهدف منشآت رواد الأعمال كيف تراها؟ والله الحقيقة كان في تحدي بالبداية بما أنها هي أول دورة للجائزة، لكن الحمد لله والشكر يعني تقدم علينا عدد 111 منشأة انطبقت الشروط على 25 منها، تم المنافسة للمنشآت اللي انطبقت عليها الشروط، ولله الفضل والمنة كانت ردود فعل المنشآت اللي تنافست على الجائزة كبيرة جدا، وهذا نتيجة أن المعايير يعني يتم الاستفادة منها في تطوير أعمالهم. إذن كل الشكر والتقدير لأمين عام جائزة تمرة الأستاذ بدر الصعيدي، شكرا لك. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقرير أعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج 1443 للهجرة. وأشاد خلال لقائه بمدير عام الفرع أحمد العبدلي بجهود الرئاسة خلال موسم الحج والتي أسهمت في نشر الوعي وإعانة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة انطلاق فعاليات جولة مسك التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان مسك ويحتضنها مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات على مدار يومين. واطلع الأمير سعود بن خالد على فعاليات جولة العروض التعريفية واستمع لشرح مفصل عن أنشطة وبرامج ومبادرات مسارات مسك وأبرز منجزاتها، وشهد المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب للعام الحالي وكرم الفرق الفائزة. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف فعاليات مهرجان تذوق في نسخته الثالثة والذي تنظمه أمانة المنطقة في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا وتستمر لمدة 5 أيام. وتجول أمير الجوف في المهرجان الذي يهدف إلى تسويق منتجات ريادي الأعمال والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة مؤكدا دعم وتشجيع مشروعاتهم لتعزيز التنمية والحراك الاقتصادي وتوفير فرص العمل بالمنطقة. تواصل أمانة منطقة نجران وبلدياتها معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، حيث تفقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يوم أمس غرفة العمليات الرئيسة لمعالجة التشوه البصري بهدف تطوير وتنفيذ أعمال معالجة التشوه البصري. للمزيد حول هذا الموضوع يلتحق بنا من أمانة نجران مراسل أخبار السعودية الزميل علي زينان. علي، بداية أهلا بك، حدثنا علي أكثر عن هذه المعالجة، معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في نجران. نعم عبد الرحمن، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل أتواجد في أمانة نجران وتحديدا في الغرفة الرئيسة لمعالجة التشوه البصري بأمانة نجران والتي تفقدها سمو أمير منطقة نجران يوم أمس، حيث كان هنا في اجتماع مع أمين منطقة نجران وموظفي هذه الغرفة. للمزيد حول هذه الغرفة وأيضا لما تقدمه أمانة منطقة نجران في معالجة التشوه البصري، يسرني أنا أستضيف مدير إدارة التشوه البصري مهندس حسن قميش بأمانة منطقة نجران. مهندس حسن مساء الخير. مساء النور، والله يحييك أخوي علي والأخوة الزملاء في الاستوديو وجميع المستمعين.
نعم حسن، ودي تحدثني عن أهمية وجود مثل هذه الغرفة في أمانة منطقة نجران. في البداية طال عمرك راح نتكلم عن متى تم إنشائها. تم إنشائها عبر توجيه من سعادة أمين المنطقة للقيام بمتابعة وعمل ضوابط وحوكمة لبرنامج التشوه البصري، بحيث أنها تكون جميع الأعمال التي تتعلق بالتشوه البصري تقوم بها غرفة التشوه البصري، وكذلك عبر مسارات عدة تعمل على مسارات عدة باستقبال تقارير من الخارج، كذلك اللي ترد من ديوان الوزارة ومن الجهات الخارجية وفرزها وعمل تحليل لها، وكذلك متابعة البلاغات والمؤشرات كما تشاهدون. طيب حدثني عن أهم وأبرز عناصر التشوه البصري. طبعا عناصر التشوه البصري في الخطة الوطنية عددها 43 عنصر، والتي كانت بتوجيه من سمو الأمير ولي العهد، وتتفرع من 5 فئات رئيسية اللي هي المباني وكذلك الطرق والشوارع والإنارة والمرافق والخدمات والبناء والساحات والحدائق العامة. نعم. إذن حدثني عن جهود أمانة منطقة نجران وهذه الغرفة وأنت مدير إدارة التشوه البصري في إزالة ومعالجة التشوه البصري في منطقة نجران عموما. طبعا أمانة نجران والفرق الميدانية والمعنيين في البلديات المرتبطة والفرعية عملت على عدة عناصر، من أبرزها عناصر النظافة وكذلك الطرق. نأتي كإحصائية عملنا عبر التحدي الكبير اللي تواجه أمانة نجران في مخلفات البناء، وتم معالجة في الربعين الأخيرة 285 ألف متر مكعب، وكذلك تم معالجة الكتابات المشوهة على الجدران 8024 متر مربع، وكذلك تم إزالة السيارات التالفة بعدد 800 سيارة تالفة، وكذلك تم معالجة الحاويات يوجد فيها تشوه بصري بعدد 1416، وعديد من الجهود اللي قامت فيها الأمانة. نعم. إذن أخيرا مهندس حسن، كيف تجد تفاعل المواطنين والمقيمين في منطقة نجران مع أمانة منطقة نجران في إزالة التشوه البصري؟ نحب نحن نشير الآن تم إشراك في الخطة الوطنية المواطن، وكذلك بإمكان المقيم المشاركة في عملية المراقب المجتمعي، وهذه من ضمن الأشياء اللي نستهدفها، ودائما المواطن ما هو مساهم في عملية برنامج التشوه البصري وإرسالها عبر الأنظمة التابعة للوزارة عبر نظام 940 كما نشاهد الآن، يوجد تلقت الأمانة 24,000 بلاغ من بداية العام الميلادي، تم إنجاز منها ما يقارب تم إنجازها وتبقى إلى يومنا الحاضر 88 بلاغ، واستهدفنا في عملية البلاغات نسبة رضا العميل واللي هو المواطن أو المقيم، والآن واصلين إلى 75 كنسبة إنجاز لله الحمد. مهندس حسن قميش وأنت مدير إدارة التشوه البصري بأمانة نجران، شكرا لك. الله يحييكم. إذن عبد الرحمن، كان هذا هو حديث المهندس حسن قميش وهو مدير إدارة التشوه البصري في أمانة نجران، وكان هذا هو حديثنا عن جهود أمانة منطقة نجران من غرفة عمليات التشوه البصري الرئيسية في نجران. أعود بالصوت والصورة إليك. شكرا علي زينان مراسل أخبار السعودية من نجران وضيفي الكريم، شكرا لكم. أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية ممثلة بإدارة الخدمات العامة مبادرة عربة المعرفة، وهي عبارة عن مكتبة متنقلة تقع في توسعة الملك عبد الله بالمسجد الحرام، تشتمل على كتب مختارة بعناية في مجالات متنوعة تثري معرفة القاصد وتلبي احتياجه، وتستهدف تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات القيمة والمثرية عبر إتاحتها داخل أروقة الحرم للزائر والمستفيد. وللمزيد يلتحق بنا من هناك مراسل أخبار السعودية زميل إبراهيم حفتر. إبراهيم، بداية أهلا بك. إبراهيم، حدثنا أكثر عن هذه المبادرة المسماة بعربة المعرفة. أهلا وسهلا زميلي عبد الرحمن، أمسي عليك ومسي على السادة مشاهدي قناة السعودية الأولى. بالفعل زميل عبد الرحمن، نحن الآن متواجدون في الحرم المكي الشريف، وتحديدا بالتوسعة السعودية الثالثة كما تشاهدون خلفي هذه العربة المتنقلة والمسماة بعربة المعرفة، والتي تتنقل في أرجاء وساحات التوسعة السعودية الثالثة، وتحمل في جنباتها هذه العربة العديد من الكتب المختارة بعناية جدا. طبعا
قامت هذه الوكالة، وكالة الخدمات، خدمات المكتبات وخدمات الشؤون الثقافية، هذه المبادرة، ولكي تطلعنا بشكل أكبر معي الآن الأستاذة بيان القويلفي، وهي مديرة مساعد المكتب الوكيل العام لشؤون وكالة المكتبات والشؤون الثقافية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بيان، أرحب فيك على منبر قناة السعودية الأولى. بداية يليت تحدثينا عن هذه العربة. عربة المعرفة هي مبادرة أطلقتها وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. كما ترون هي عبارة عن عربة متنقلة تحوي على مجموعة من الكتب المختارة في مختلف المعارف الدينية والثقافية والاجتماعية والتربوية، متواجدة في أروقة المسجد الحرام بهدف تواجدنا، يعني هنا كان بهدف وجود زوار وتسهيل الوصول للمعلومات، وهي امتداد لخدمات مكتبة الحرم المكي الشريف. جميل، يعني احنا اليوم شاهدنا العديد من قاصدي الحرم المكي يذهبون الى هذه العربة ويتزودون بعدد من الكتب. خليني اقول، ما هي مستهدفاتكم في هذه العربة؟ نحن نستهدف في العربة جميع زوار بيت الله الحرام من مختلف الأقطار والأعمار والجنسيات، وجدناها فرصة لكي نتواجد بينهم ويعني نتشارك معهم جزء من كنوز المعرفة المتواجدة داخل مكتبة الحرم المكي الشريف. أستاذ بيان، وأنتم وقفتم هنا في هذه العربة المتنقلة وبدأتوا توزيع هذه الكتب للمستفيدين وقصدي مكتبة الحرم المكي الشريف، ويعني احنا كنا نشوف مكتبة متنقلة، كيف وجدتوا انطباع الزائرين المسجد الحرام وهم يعني يتزودون بهذه الكتب لعلمهم؟ لله الحمد، خلال تواجدنا كان هناك انطباعات عالية جميلة إيجابية، ردود فعل الناس كانت جدا مفرحة، كان بعضهم يعطينا رد الفعل مباشر، بعضهم الآخر كان يسجل ردوده عبر الاستبيان المتواجد على جنبات العربة. خليني أسألك عن عدد المستفيدين لهذه العربة حتى هذه اللحظة. خلال تواجدنا في الأربع الأيام الماضية وصل العدد قرابة 400 زائر وزائرة. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا لك. إذن زميلي عبد الرحمن، هذا كان حديث الأستاذة بيان القويلفي، وهي مديرة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والشؤون الثقافية بالمسجد الحرام، والتي حدثتنا عن عربة المعرفة، وهي العربة المتنقلة المليئة بكنوز المعرفة في المسجد الحرام لإفادة قاصدي البيت الحرام لكي يتزودوا بعلمهم. وهناك أيضا كتب تهدى لقاصدي البيت الحرام بالإضافة إلى الاستبيان الموجود عبر الباركود لتقييم زوار بيت الله الحرام هذه العربة. إذا نعود بالكلمة إليك والصورة زميلي عبد الرحمن. إذا كل الشكر والتقدير للزميل إبراهيم حبتر من المسجد الحرام بمكة المكرمة، شكرا لك. أعلنت شركة بديل، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وأكوا باور، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 2 ميجاوات، وذلك في الشعيبة بمكة المكرمة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل ينتهي آخرها في الربع الأخير من عام 2025. بحسب الاتفاقية ستكون ملكية المشروع مشتركة بين بديل وأكوا باور، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية. التقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد من منظمات الاعتماد الدولية في مجال التدريب تمثل 43 دولة، جاء ذلك خلال لقاء منظمات الاعتماد الدولية والذي نظمته الهيئة افتراضيا. وأوضحت الهيئة أن اللقاء يأتي لمواكبة النمو المستمر في تطوير القطاع الصحي على المستوى المحلي والدولي، وضمن تحقيق مأمونية وسلامة المرضى من خلال ضبط معايير اعتماد جهات التدريب للدراسات العليا في القطاع الصحي وتشكيل تحالفات دولية لتطوير نظام الاعتماد المؤسسي والبرامجي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي للاعتماد بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية دكتور حسين الحسين. دكتور، بداية أهلا بك، ما هي الفائدة المرجوة من هذا اللقاء؟
الخير. طبعا كان الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تشكيل تحالفات مع منظمة الاعتماد المماثلة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، لغرض توصيف إطار لنظام الاعتماد بما يتضمن جميع أركان نظام الاعتماد، وذلك لمساعدة جميع الدول بتطوير أنظمة الاعتماد لديها ومشاركة الخبرات فيما لديها، وأيضا الدول التي لا يوجد لديها نظام اعتماد تتمكن من الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات المشاركة في الملتقى بما فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعدد من المنظمات بتمثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. إذن دكتور حسين، يعني هو لقاء يعني مستمر للفائدة للاستفادة، يعني هذا اللقاء له معايير اعتماد معينة لجهات تدريب الدراسات العليا في هذا القطاع الصحي؟ نعم طبعا، الملتقى الهدف الأساس منه توصيف الإطار الخاص بنظام الاعتماد من ناحية لوائح الاعتماد وسياساته وإجراءاته، المنظمة للاعتماد وقرار الاعتماد، وايضا توصيف ما يتعلق بالركن الثاني من اركان الاعتماد اللي متعلق بمعايير الاعتماد سواء المؤسسيه او البرامجيه، وايضا ما يتعلق بالركن الثالث المعني بتطوير واعداد مقيمي الاعتماد للوقوف على حاله استيفاء معايير الاعتماد. وبالتالي هذا هو الهدف الاساس لتوصيف الاطار الخاص بكل ركن من الاركان الثلاثه المختصه بنظام الاعتماد. دكتور حسين، يعني اخيرا، يعني ماذا تشكل هذه التحالفات، التحالف الدوليه لتطوير نظام الاعتماد المؤسسي وكذلك البرامجي؟ نعم طبعا، الهدف الأساس منه تكوين مجتمع لمنظمات الاعتماد المختصة بالاعتماد في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية لتشارك الخبرات وتطوير نظام الاعتماد والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وأيضا يعني إتاحة المجال للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمشاركة خبراتها الواسعة والممتدة لمدى 30 سنة والمتطورة بشكل يعني عالي المستوى يضاهي المستوى الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأفضل يعني الدول العالم في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية. وبالتالي يتيح للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمنظمات الاعتماد الراغبة في المشاركة والإنشاء، يعني عدد كبير منها شارك البارح في الملتقى لمشاركة خبراتها وأيضا الاستفادة والتعلم من المنظمات الأخرى وإفادة المنظمات الأخرى، وأيضا بناء نواة لمجتمع المنظمات المختصة بالاعتماد في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية لتستفيد من الدول الأخرى التي لا يوجد لديها أنظمة مختصة بالاعتماد في مجال الدراسات العليا الصحية. يوجد للأسف يعني عدد كبير من الدول لا يوجد لديها هذا النظام أو لدى المنظمات المعنية بهذا الاعتماد نظام الاعتماد في الدراسات العليا. توصيف الإطار وطرحه وتوفيره على المستوى الدولي بعد الاتفاق عليه مع جميع المنظمات المشاركة سيتيح لدى عدد من الدول التي لا يوجد لديها نظام اعتماد أنها تبني نظام اعتماد ومنظمات خاصة بالاعتماد وتستفيد من هذه الخبرات اللي تكون تطرح وتكون متوفرة لدى الدول التي تود الاستفادة منها، وأيضا في فائدة يعني win-win situation بالنسبة للمنظمات، استفادة من بعضها وتطوير أنظمتها فيما بينها والتعلم من كل منظمة وتعلم من المنظمة الأخرى والتجارب الدولية المختلفة في هذا المجال. إذن كل الشكر والتقدير للدكتور حسين الحسين، مدير عام المدير الفني للتخصصات الصحية، شكرا لك. تستمر فعاليات مأكولات الاستزراع السمكي بحائل مع إقبال كبير من أهل المنطقة والزوار، نتابع. انطلقت في حائل فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي والذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ودشنه أمير المنطقة وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وأشارك بالفعاليات 5 مزارعين منتجين للاستزراع السمكي بحائل بنسبة إنتاج 3000 طن سنويا، ومشاركة جامعة الملك عبد العزيز القائمة على مشروع زراعة السلمون بالمنطقة وجمعيات سمكية بالمملكة. يهدف هذا المهرجان لرفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك وكذلك توعية المجتمع باستهلاك الأسماك، بالإضافة إلى دعم مشاريع الاستزراع السمكي بالمنطقة. الأمانة قدمنا من خلال هذا المهرجان تجربة نوعية وفريدة من نوعها بتقديم وجبات مجانية لمرتدي هذا المهرجان ومن خلال أفضل الطهاة. تقود المملكة مشروعا طموحا يستهدف تغيرا جذريا
في موائد السعوديين، بحيث يتم فيها استبدال لحوم الأغنام والأبقار والدواجن بلحوم الأسماك في تحول نحو أنماط الحياة الصحية التي يزيد انتشارها عالميا. مهرجان أول مرة يقام في المنطقة، هو في إقبال من المواطنين والتوعية في الأسماك والمنتجات على المنطقة. العرض منتجاتنا من الأسماك وأسماك الزينة وجميع المنتجات. تقع حائل في شمال المملكة، وهي منطقة تفتقد لوجود أي بحر قريب منها أو حتى أي نهر، لكنها تسعى لتحقيق هذا التحول في تفضيلات اللحوم عبر إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع، وتنتج مزارع الأسماك في منطقة حائل آلاف الأطنان من الأسماك، ما قد يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من حاجة سكانها مع توسع تلك المزارع، بالتوازي مع انتشار وجبات السمك على موائد السعوديين التي تستهلك اللحوم الحمراء والبيضاء بكميات كبيرة. لأخبار السعودية، سلطان الشعيب، حائل. تستمر فعاليات المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بنسخته الثامنة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 300 جهة محلية ودولية، ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 3 ديسمبر لعام 2022 إلى استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في مجال القهوة والشوكولاتة وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة. وستقام بطولة الباريستا السعودية المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية. تستضيف حلبة كورنيش جدة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للسيارات، والتي يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في منافسات الأوتو كروس والدروفد وكسر الزمن تايم تاك خلال فترة من الأول وحتى 3 ديسمبر القادم. ويتوقع أن تشهد الجولة مشاركة واسعة لما شهدته الجولتان السابقتان في مدينتي الرياض والدمام بمشاركة أكثر من 112 متسابقا. في أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتأثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة حائل الحدود الشمالية القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تتهيأ الفرصة إلى ظهور سحب رعدية على مرتفعات جازان عسير الباحة مع فرصة تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية الجوف تبوك المدينة المنورة حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية. تستقر الأجواء بإذن الله تعالى على المدن الساحلية الغربية من سواحل البحر الأحمر ابتداء من منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة خلال هذا اليوم وحتى 48 ساعة القادمة، وذلك بسبب تقدم الجبهة الهوائية الباردة التي تؤثر كذلك الحال على المناطق الشمالية من المملكة ومنطقة الجوف ومنطقة حائل. ومع تقدم هذه الجبهة الهوائية الباردة تستقر الأجواء بشكل واضح وملحوظ على معظم هذه المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة الصغرى. بعض المناطق الشمالية خلال صباح هذا اليوم سجلت درجات حرارة وصلت إلى 6 درجات مئوية، ونتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق. في نهاية هذه الحالة الجوية تبقى بعض أجزاء منطقة القصيم باحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وكذلك الحال على أقصى المناطق الشمالية الشرقية المملكة في منطقة حفر الباطن وفي القصوم وفي النعرية وفي هذه الأجواء. وتستقر إن شاء الله سواحل المحافظة جدة مع بعض التشكيلات الخفيفة ومتفرقة من السحب إن شاء الله خلال هذا اليوم. على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ما تزال فرصة هطول الأمطار متواجدة والسحب الركامية الرعدية متوقعة إن شاء الله تعالى على سلسلة جبال السروات ابتداء من مرتفعات جازان الشرقية ومنطقة عسير والباحة ومرتفعات كذلك الحال كلما اتجهنا حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في محافظة الطائف. ونتوقع إن شاء الله تعالى استقرار الأجواء خلال هذا الأسبوع وأجواء ماتعة على معظم المناطق التي هطلت عليها الأمطار، ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة خاصة في مناطق شمال وشمال غرب المملكة ومنطقة المدينة المنورة في ساعات الصباح الباكر نلفت الانتباه إلى تكون الضباب مع انخفاض أو انعدام في مستوى الرؤية الأفقية. هذا والله تعالى أعلم. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
اليوم منتخبنا يتأهب للعبور إلى الدور 16 في كأس العالم عبر المكسيك. في يومها الثاني القمة العالمية للسفر والسياحة تناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد. الزكاة والضريبة والجمارك تعلن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية لمدة 6 أشهر إضافية. وشاهدتم بنشرة الظهيرة مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 1,000,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.